وكشف صاحب السمو حكم الشارقة عن مشروع سموه القادم لتفنيد ترجمة مسيئة للقرآن الكريم والصادرة عن روبرت كيتون وما فيها من مغالطات بأسلوب شائق ومبسط. إن شاء الله إن شاء الله يخلص، يعني ما يأخذ وقت، يعني هو لأن كل شيء جاهز، وهو الأسلوب اللي فيه ليس بذلك الأسلوب المعقد اللي يدعوك أنك أنت يعني تقول يا الله شوف مش كبرى. أسلوب شيق ومواقف، هذا الإنسان لازم يعرف تاريخه. إن شاء الله يعني علينا واجب نأديه.